ورجعنا لكم تاني، والفقرة دي أنا متأكدة هتهم نسبة وعدد كبير جدا جدا من الستات في مصر. تلات أرباع الستات في مصر عاملين تاتو، وأكتر من نصهم عايزين يزيلوا التاتو بس مش عارفين يزيلوه إزاي. طبعا التاتو اللي كانت بتعمل زمان، اللي بيغير اللون، اللي بيبقى أخضر مسود، له بشع. النهاردة هنشوف إزاي هنزيله، مش بس كده، لكن النهاردة كمان هنشوف إزاي نقدر فوق التاتو اللي زلناه نعمل عليه مايكرو بليدنج. ضيفتي النهارده هي خبير تجميل سيلفيا سامح. مساء الخير يا سيلفيا ومنوراني. ميرسي ده نورك. النهارده لابسين احمر. عاملين جو. سيلفيا طبعا انت اكيد بتعاني من ناس كتيره بتجيلك عايزه تشيل التاتو. طيب سيلفيا، اكيد الناس بتبقى مختلفه، فيعني درجات التاتو، الوان التاتو، فبتبداي مع واحده ازاي؟ يعني احنا معانا حاله برضو دلوقتي شغاله، بتبداي معاهم ازاي؟ بصي انا لازم الاول اشوف التاتو لونه ايه. لو فيري لايت فيري دارك، حسب ايه ديبيندز. الحاله اللي معانا لو ممكن نقرب الكاميرا برضو عليها ونشوف. يا ريت. ده اتس فيري دارك بلس ان هو في سنه مخضر. طب احنا عايزين نشوفه بس. اكسكيوز مي إلينا، كان وي سي بس ذا تاتو؟ احنا عايزين نشوف التاتو اللي هيتشال. ممكن لو الكاميرا تقرب شويه اشيل لك ايديها شويه. طب كان يو ستوب وركينج فور ا بيت إلينا؟ جاست وان سكند. نقرب الكاميرا. الناحيه الثانيه دي دلتا، ده هي جات لك بالشكل ده بالظبط كده. هي اوريدي ده التاتو بتاعها. تمام. الناحيه بقى اللي احنا شغالين فيها، ممكن تعلي راسك شويه. ايوه هو ده جات لك بالشكل ده. ده نقول عليه تاتو فيري دارك. اوكي. هي طيب، والنوع ده لا يمكن حد يجي يقول لي عايز اعمل ريكفر على التاتو مايكرو بليدنج بالطريقه دي. اوكي. نو واي هنشتغل كده. نو واي. يو كان جو اهيد. اوكي. طيب ده هو في حالات لما بيجي لك حاجه زي كده، ده بتزيليه ازاي؟ يعني هي شغاله دلوقتي. بص هو في كذا حل للازاله. انا بستخدم الماشين، بحط يعني ماتيريال معينه، بطلع التاتو من الجلد، بفور التاتو من جوه. اوكي. في طريقه تانية هي الليزر. انا ما افضلهاش الصراحه. اوكي. لازم برضو الناس تبقى عارفه، انا عندي صور، ممكن تنزلوا الصور بتاعت الليزر. ممكن نشوف الصور. في عندي كلاينتس جولي عاملين ليزر، عملوا ريموف بالليزر. اهو. اوكي. بصي الناحيه الشمال هنا دي اوريدي عندها سكار، دي متعوره من الليزر. اوكي. تمام. الليزر بيشيل شعر وبيشيل التاتو. هو اسرع من الماشين بتاعتي، عشان اكون صريحه معاكي. اسرع، لكن لازم هتشيل شعرها يا اما بالشيفر، يعني لازم يحلقوا لها الشعر الاول. اوكي. وبعد كده يشتغلوا. او لو هيسيبوا شعرها زي ما هو، هيشتغلوا بالليزر على الشعر. ده بيوقف نمو الشعر، بيحرقه. الثيكنس بيقل، خلاص الشعر بيتدمر بتاع الحواجب. أوكي. عشان كده انا مش بفضل حد يشيل بالليزر. لكن انت ده الجهاز اللي معاكي ده جهاز وجواه زي لايك اسيد او حاجه بالزبط. بيشيل نسبه بسيطه من الاسيد اللي بيطلع، اللي بيخلي التاتو يخرج من الجلد اللي فوق. اوكي. طيب لو الحاله اهدى من كده، يعني في تاتو اوريدي بيبقى متشال يعني بالزبط. نوع ما، لو كده بتعملي ايه؟ هوريكي برضو حد اوريدي عنده. في معانا موديل برضو النهارده عندها التاتو، عملنا لها بس سيشن واحده خفيناه خالص. اتس فيري لايت. ممكن نعمل عليه. وفي على فكره ناس بيجوا عندهم تاتو بسيط قوي. بشتغل ساعات من غير ما بيستاهلش ان انا اعمل له ريموف. وكله بالماشين دي؟ كله بالماشين. كله بالماشين، بس المكونات اللي جوه الماشين تتغير على حسب. بصي انا في حاجه، انا بعمل الريموف بالماشين دي. اوكي. ساعات بدخل حاجه مع الاسيد اسمها نيوتراليزيشن. اوكي. which is ان انا بدخل color حسب اللون بتاعها. يعني هي مثلا لونها مخضر شويه، بحط لون زي اصفر، مش بيج color ومش بدريب البيج، لا. ده لون مش بيثبت. اوكي. لكن يغير لي لون التاتو بتاعها للناتشرال هير، للناتشرال برو. اوكي. فكده على حسب، يعني انت بتشوفي الحاله وعلى حسب بالظبط الحاله ايه، خفيف جامد متوسط، انت بتخلصي الالوان بقى عشان تظبطي. بالظبط. يعني هما لونين، يا اخضر يا اصفر. يا اخضر يا اصفر. طيب بتحتاج كام جلسه؟ يعني اللي معانا هتحتاج كام جلسه؟ كتير. نوت ليس ذان 3. ثلاث جلسات عشان هي جامد قوي. قوي. اوكي. لكن في حالات مثلا زي حاله هدير اللي داخله معانا، هي جلسه واحده وخلاص. هشوف بقى هدير. ما عملتهاش غير مره واحده بس. اوكي. هي اصلا بيرفكت، بس هي كانت عايزاه يطلع تحفه وفيري ناتشرال، فلازم اشيل الخط البسيط اللي كان متبقي. طب قولي لي حاجه،
ما بين الجلسة والجلسة، يعني هي دلوقتي يا حرام هتطلع، اوكي، ما بين الجلسة والجلسة قد ايه وقت؟ شهر. شهر. في الشهر ده تتصرف ازاي البنية دي؟ تستحمل بس. هي هتستحمل كده. بصي، اولا اول ما اول سيشن لما بنعملها مش بيروح 100% طبعا. أوكي. بالعكس، اول سيشن بيبقى فيري دارك في الاول، لان كل اللي تحت طلع فوق. تمام. فهي هتبقى خارجه من عندكم هنا، تبقى كانها لسه عامله تاتو طازه. طازه. اوكي. اوكي. هنقعد بعد كده لايك 7 دايز 10 دايز، وبعد كده هيبتدي يقل جرادولي ويقشر. اوكي. وبعد كده هيبتدي يروح لغايه لما يعدي 25 يوم 30 يوم، ابتدي اشوف الدنيا عامله ازاي. أوكي. لازم السكين ترتاح، ولازم اشوف النتيجه بتاعت اللي انا عملته ايه. فلازم 30 يوم حتى المايكرو بليدنج. طيب قولي لي حاجه، طيب دلوقتي 30 يوم في 30 يوم في 30 يوم، يعني 3 اشهر. طب اكيد في مرحله من المراحل مش هيبقى عندها حواجب او هتبقى خفيفه، هل ممكن ارسمها في وقتها بالقلم؟ بس بعد ما يقشر. بعد ما يقشر وبعد كده تحط عليه كده كده. قبل ما يقشر مش هتحتاج، هيبقى لسه تقيل. اوكي. وانس ان هو يقشر كله، ممكن تحط اي شادو، ممكن تعمل اللي هي عايزاه. طب وايه الوقايه في هنقول 3 اشهر دول؟ بصي، وقايه اولا هي بعد ما تخلص السيشن دي، اولا مفيش شمس، مفيش بحر، مفيش الحاجات دي كلها. هتغسل وشها 3 مرات من النهارده لمده اسبوع، لازم تغسل وشها 3 مرات وتحط كريم عشان يهدي اللي احنا عملناه. الماشين برضو تقيله مش سهله. بتوجع؟ انت حاطه لها بنج؟ طبعا حاطه لها بنج. اوكي. مش هكدب عليكي، الماشين بتوجع. بتوجع. يعني بتوجع. زي التاتو، زي وجع. أوكي. نفس الماشين بتاعت التاتو. اوكي. طب قولي لي حاجه تانية. لو واحده جات لك ومش عايزه تزيل التاتو خالص وبيبقى فيه رواسب، هل ممكن ينفع تعملي عليها مايكرو بليدنج ولا لازم تزيل التاتو؟ ما هو حسب، لو لقيت حاجات بسيطه قوي قوي ممكن اشتغل. الصراحه هو كرولز ما ينفعش. عشان يعني امشي معاكي صح. بس في ناس بتبقى ما عندها ان هي مش هتعمل. مش هعمل خالص، ولو بسيط قوي بكبر دماغي ولا خلاص اوكي نعمل مايكرو بليدنج. بس لازم تبقى عارفه ان هي تحتاج ريتاتش اكتر من العادي. من العادي. هي بتعمل لها ايه هي دلوقتي؟ هي كده خلصت. هي خلصت كده، خلصت. طب الحاجة. ممكن نشوف تاني كلوز على الكاميرا، ولو ممكن تقومي لنا شويه كده باين. لا خليها، لا مش قوي كده، يعني ما تقومناش قوي كده يعني. انزلي شويه. طيب قولي لي حاجه، هو كده زي ما انت بتقولي، هو كده اكنك. طب حلو شكله كده والله. شفتي بقى، يعني احنا بنشيل وشكله حلو يعني. ده هيزيد عشان انت بتطلعي. طلعته، فهي اكنها لسه عامله تاتو. وما ينفعش مثلا تعملي اكتر من كده عشان الجلد ما يلتهبش. بالزبط. ما ينفعش. بالظبط. هي كمان هي هتحتاج كمان نيوتراليزيشن، بس ممكن السيشن اللي جايه اعمل ريموف بلس نيوتراليزيشن، ادخل الكالر شويه. وكده انت هتسيبيها لمده 30 يوم. بالظبط 30 يوم تفضل. طيب احنا بنشكرك قوي. اوكي. احنا ممكن نشوف هدير بقى، اللي هي كان عندها تاتو بسيط برضو وزلناه وبقت جاهزه انها تعمل مايكرو بليدنج. طب قولي لي حاجه بمنتهى الامانه، النتائج في الازاله، في الازاله التاتو، اوكي، بتبقى في وجهه نظر كام في الميه؟ It depends. لو تقيل قوي، عشان اكون صريحه معاكي، لو تقيل قوي زيها مثلا، زي الموضه اللي كانت معانا، يعني هقول لك مثلا هيتبقى يعني هيقلوا شويه تخن، هبتدي اخلي الكالر بتاعها شويه، لون الجلد يخف، لكن الشيب هيبقى موجود. اوكي. الشيب بتاع التاتو القديم هيبقى موجود. وهيبقى فيه سنه من التاتو لسه موجوده. اوكي. مش هيروح 100%. نو واي. طالما التاتو تقيل نو واي. طب ولما بيتعمل عليه مايكرو بليدنج، هل اكيد مش بيبقى شكله زي واحده ما عملتش تاتو؟ أكيد. بس هل فعلا بنسبه كام في الميه برضو انت بتبقي راضيه؟ بلاش انا بنسبه كام في الميه. لا لا، علشان عارفه، عشان بصي انا عاجباني ان انت صريحه جدا بصراحه. بالظبط. لازم اكون صريحه مع الكلاينت، بقولها ان هيبقى فيه شادو خفيف ورا المايكرو بليدنج، طالما انت عايزه كده وعارفه خلاص، يعني انا كده خليت مسؤوليتي. هيبقى في شادو بسيط مكان التاتو، هيبقى ناتشرال برضو هير، بس هتحتاج ريتاتش ممكن اكتر من الطبيعي، لان التاتو بيسحب الكالر بتاع المايكرو بليدنج. طيب احنا معانا هدير كانت درجتها، ما كانش عامله تاتو، ما كانش جامد قوي. لا لا، اتس فيري لايت. هي ما كانتش عامله ريتاتش، كانت عامله مره واحده ومن كذا سنه. أوكي. ما كانتش عامله اعاده، ف اوريدي احنا عملنا لها حاجب. هي ممكن لو ممكن تقوم شويه، ممكن هدير تقومي شويه كده. هي عامله حاجب، في حاجب اوريدي اتعمل مايكرو بليدنج. ده اتعمل مايكرو بليدنج. بالظبط. التاني لسه محطوط له بينج، نشتغل عليه دلوقتي.
طيب عرفي كده الناس، يمكن نص الناس عارفه ايه هو المايكروبليدنج، بس في ناس كتيره ما تعرفش ايه هو المايكروبليدنج والفرق ما بينه وما بين التاتو. اوكي، المايكروبليدنج اولا اتس فيري ناتشرال، طبيعي جدا جدا، مش بيبقى في فرق بينه وبين الشعر بتاع الحواجب. بنرسم شكل الشعره في الحاجب، بيبقى سطحي، مش بيبقى محتاج ان احنا يعني لو حد زهق ولا حاجه ممكن لو سيبته شويه خلاص هيروح لوحده. أوكي. ما فيهوش مشكله، مش هنعمله ريموف. اوكي، طبعا التاتو بتهيالي كلهم شافوه. كلهم عارفوا هو لايك بلوك كلر على الحاجب كله، اكيد لابد من الازاله. لازم ازاله، لازم ازاله. طيب قولي لي بقى المايكرو بليدنج التكنيكس بتاعته بتبقى مختلفة، هتبقى مختلفة على هدير عشان هي اوريدي كان عندها تاتو وشلناه، هي ما بتشتغلش ليه؟ هي بتحضر بس بتحضر لها الفقرة. طيب قولي لي هيبقى شكله التكنيكس بتاعته هتبقى مختلفة سواء في اللون في الستروكس اللي بتعملوه على اساس انها كانت عاملة تاتو اب؟ بصي، في هدير مش تفرق قوي عن حد ما كانش عامل، لان اوريدي كان الموضوع خفيف قوي عندها. لكن لو هنبص مثلا للموديل اللي قبل كده لماهي، طبعا الاستروكس هتختلف. طب انتوا قبل ما بتعملي مايكرو بليدنج بتعملوا يعني انت بتقشري ايه؟ هي عملت ايه دلوقتي؟ بتحضريها ازاي؟ بتقيسيلها مقاسات؟ بتعرفي شكل الحاجب السليم ازاي؟ بصي، احنا الاول بنعمل الميجرمنتس. هي دلوقتي بتمسح لها البنج. اوكي، بناخد مقاسات الوش، العينين والمناخير والحاجات دي، نشوف مقاس الحاجب هيعمل ازاي، وبعد كده بنروح راسمين الشيب اللي هي بتعوزه. برضه احنا بنسال الكلاينت ايه الشيب اللي انت حباه، وانا بديها نصيحه لو الشيب مش هيليق قوي عليها. اوكي، وبعد كده نبتدي نشتغل. هي دلوقتي هي بتظبط الشيب اللي هي كانت رسماه. وهتشتغل عليه. بياخد قد ايه السيشن؟ بتاخد قد ايه؟ هنقول ساعة، ساعة ونص ماكسيمم. ساعة وساعة في الحاجبين. في الحاجبين. في الحاجبين. وبتختاروا اللون مع بعض، يعني بترسموا الرسمة الأول وبتختاروا اللون مع بعض. بصي، أنا أختار الشيب معاكي. لكن الشيب. اللون لأ؟ اللون لازم أمشي بنفس لون الشعر اللي قدامي. أوكي. يعني عشان في ناس كتيرة جدا بتقول لي أنا عايزاه أصفر أو عايزاه بني فاتح جدا وهي تبقى حواجبها سودة. أوكي. No way. يعني هو بيطلع ناتشرال إزاي؟ أنا لازم أشوف شعر حواجبك عامل إزاي؟ وابتدي اعمل نفس اللون بالظبط بتاع الشعر. أوكي. عشان تطلعي فعلا ناتشرال زي ما انت قلتي. اوكي، هي بتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هي بتبتدي تعمل الاستروكس. لا ما اعرفش هي بتحط حاجه. ده بيجمنت. ده الستروكس. اوكي، ابتدت تشتغل. طب قولي لي حاجه، بعد يعني هدير دلوقتي هتطلع من الاستوديو، ايه الوقايه اللي اعملها عشان ما اروحش البيت ابوظ الدنيا، ابوظ السيشن يعني؟ اوكي، اول حاجه النهارده بس اللي هتغسل وشها. اوكي، بعد كده نقعد 7 ايام مفيش ميه خالص على الحواجب، هنحط كريم. بعد كده مفيش بول، مفيش بحر، مفيش جيم، مفيش ساونا. في حاجات معينه لازم نبعدها خالص، العرق والحاجات دي بتقلل، يعني بتخلي المايكرو بليدنج يتسحب بسرعه. انا محتاجه اقعدها كده شويه. عادي تخرج في نفس اليوم مفيش اي مشكله. لكن جيم وبحر وبول بستبعدهم شويه، والشمس. طب وترجع تعمل ريتاتش امتى؟ بعد شهر. برضه بعد شهر تعمل؟ لازم السكين ترتاح. بعد شهر. طب معانا اتصال ناخده، معانا شيماء. الو، مساء الخير يا شيماء. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بعد اذنك يا اميره، انا حواجبي خفيفه خالص. كنت بعملها في البيوتي سنتر بالتاتو الحنه، بس مجرد اسبوع بتروح على طول. انا مش عارفه المشكله ان انا اعمل ايه دلوقتي، ان انا عايزه حاجه تبقى دايمه على طول وشكلها طبيعي. اوكي، هنجاوب عليك حالا. بتعمل حنه بتروح بعد اسبوع، ده طبيعي يعني. ما ده طبيعي، ده طبيعي. هي عايزه حاجه دايمه، ما احنا بنعمل لكم الدايم اهو. بس برضه عشان هي تبقى عارفه المايكرو بليدنج مش دايم. هو لازم يعني مثلا نقعد 5 6 شهور ريتاتش، وبعد كده 5 6 شهور وريتاتش، هكذا. التاتو هي عايزه بقى حاجه دايمه دايمه. تعمل بقى اللي فات ده، التاتو اللي هو البلوكة. لا، هو عايزه حاجه دايمه دايمه. لا 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 لا. لكن ده خلاص ارجوكوا، لا ما بقاش حد فعلا بيعمله. لا، وبعد كده ما المايكرو بليدنج شبه دايما، انت هيروح شبه. طب بما ان جالنا الاتصال ده، بيقعد قد ايه تقريبا متوسط؟ هقول لك من 6 شهور، والماكسيمم بتاعه هقول سنه. يعني عشان الناس على فكره، الناس بتقعد تقول فتره التقشير، عشان انت فتحتي معلش الموضوع ده. فتره التقشير بتاعت المايكرو بليدنج، الناس محتاجه تفهم انه بيقشر لازم يروح. يعني لازم فتره التقشير تبقى وهي متوقعه ان الشيب هيختفي شويه، الاستروكس دي هتقل، ممكن تتشال خالص، ده طبيعي جدا. يعني ده مش لان بيجي لي بعد ما يخلصوا السيشن انهيار بقى تليفونات، المايكرو بليدنج راح،
هو مش بيروح، بس دي فتره تقشير لازم تستحملها. بيقشر وبعد كده بعد كده في اخر الشهر خالص قبل ما تعمل ريتاتش يبتدي يرجع شويه منه، عشان كده بنعمل ريتاتش عشان نثبت المايكرو بليدنج في الجلد. طيب لو واحده بتعمل مايكرو بليدنج وبعد كده خلاص قررت انها مش عايزه تاني، حاله حواجبها هتبقى زي ما كانت في البدايه خالص؟ بالظبط بالوقت بالظبط، تستنى شويه وهيرجع تاني زي ما كان. طب هي بتعمل ايه دلوقتي يا هدير؟ هي ستيل لسه بترسم لها الشيب. الشيب والشيب طبعا يعني بتعمل ستروكس مش الشيب، سوري الستروكس. الستروكس وطبعا الشيب زي ما انت بتقول انت بتقيسي، لكن بتدي للناس الحريه برضو ان في ناس بتبقى عايزه اكتر. طب عمرك جالك حد كان الشيب غير طبيعي غلط ولا لايق معاها ولا حاجه وبيصمموا عليه؟ اكيد اكيد. بتعملي ايه؟ بتتكلمي مع شعب مصري برضو الدماغ مصممه. بصي معظم الناس دلوقتي بتبقى عايز، مش معظم لا هقول شويه منهم بيبقوا عايزين اللي هو التشاينيز شيب اللي هو حاجب لغايه مثلا هنا ويبقى مقطوع كده. انا صراحه مش بحبه او مش بحبذ ان انا نشتغله، بس لما تبقى مصممه قوي خلاص يعني انا بقول لها على الصح فين. لو هي حباه خلاص بعمله لها، انا احب اريحهم في الموضوع ده. طب ايه الـ ايه الـ ايه اكتر نصايح حابه تقوليها للناس اللي بتيجي عامله تاتو شالته وعامله مايكرو بليدنج عشان انت في النهايه النتائج بتاعتك تبقى سليمه؟ نصيحه اديها اللي عاملين تاتو، تاتو شالوه عندك اوكي وراجعين تاني، يعني احنا بنلخص الحلقه وراجعين تاني هنعمل مايكرو بليدنج، عشان ممكن اي حاجه تبوظها، اكتر حاجه ممكن تشوفيها تكون بوظت لك شغلك وبعد كده ترجع تقول لك انت عملتي لي، ولا عمرك ما حصل لك حاجه زي كده؟ لا هو بص بيحصل كتير بس زي ما انا قلت لك لازم شمس بحر البول والحاجات دي كلها يستبعدوها فتره، والجيم والحاجات دي بخار والحاجات دي. تاني حاجه العرق الكتير برضو هي سبيشال اللي احنا في الصيف ده برضو هيقلل شويه المايكرو بليدنج، بيسحب شويه من المايكرو بليدنج. النصيحه ان هم لازم يتبعوا الخطوات اللي احنا بنقول عليها، نغسل امتى، نحط كريم امتى، نبعد امتى عن الحاجات دي، يبقوا عارفين ان هم يعملوا ريتاتش حسب نوع السكين برضو ممكن يتكرر الريتاتش. بس طب الهايجين برضو في حاجه زي كده مهم جدا اوكي. انتوا بتشتغلوا زي مشرط كده صح؟ بالزبط. ده بيتفتح قدام طبعا. ده مهم قوي كل كلاينت كل كلاينت. طب قولي لي حاجه تانية بالنسبه لهدير او حالات مختلفه، هل برضو نوعيه الجلد بتخلي المايكرو بليدنج يثبت اكتر من من ناس تانية وهكذا؟ كلمينا شويه عن الموضوع. بصي لو الاويل سكن البشره الدهنيه بيبقى مش بيثبت فيها قوي المايكرو بليدنج، يعني لازم برضو كل فتره ساعات بيحتاجوا اتنين ريتاتش من اول مره. يعني بنعمل اول سيشن سي توداي النهارده هنعمل الاول سيشن، بعد شهر هنعمل ريتاتش، ساعات بتحتاج ريتاتش تاني اوكي. الاويل سكن الاويل سكن هي يعني حر وعرق وهي اوريدي دهنيه بيسحب شويه. النورمال والدراي لا بيثبت فيهم شويه، الدنيا بتبقى كويسه في طب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بايدينا ممكن توديها؟ هل مثلا ان احنا نرسم عليه بعد ما يكون اتعلم نرسم عليه بقلم، نحط اي ميك اب ريموفرز عليه، ايه اللي ممكن يسرع ان هو يروح؟ ولا الحاجات دي عادي ان انا ارسمه بعد كده بقلم حواجب؟ مش هتحتاجي ترسمه، مش هحتاج، بس مثلا واحده ابتدى يروح ترسمه عادي هتحط عليه خلاص. يعني لو هي محتاجه قوي اوكي عايز ترسمه كده كده خلاص، هو ليه فتره معينه بيبتدي يروح فيها. طالما عدينا اول فتره اللي هي اول 10 ايام مفيش اي مشكله تعمل اللي هي عايزاه. طيب واخر سؤال، هل ممكن يجيب حساسيه لاي حد؟ يعني مش ان البرودكتس وحشه، بس ان واحده تكون عندها حساسيه فلازم تعملوا تيست قبليها؟ انا بعمل كده. بتعمل هو مش هيضرها في حاجه الصراحه، بس انا عشان ابقى في السيف سايد وعشان ما تقوليش انت عملتي لي حاجه قبلها بيومين بخليها تيجي بعمل لها تيست هنا واسيبها يومين، ولو ما حصلهاش حاجه خليها تيجي تعمل معاكي بليدنج. طب احنا ممكن نشوف النتيجه. انا عارفه ان ما لحقناش بس في حاجب معمول. هدير ممكن تطلع لنا كده شويه؟ ايوه ثواني. هو ميستو هي لسه طبعا لسه ما خلص، بس ميستو يا جماعه ان شكله طبيعي، يعني ميستو انه في حقيقي. يعني انا ما هو ليه المايكرو بليدنج ده ما ظهرش قبل التاتو؟ يا ريته كان ظهر فعلا من زمان، يا ريته كان ظهر قبل التاتو. لا حقيقي الشعب المصري كان ارتاح كتير، ولون حلو يعني انتوا مختارين لها نفس اللون، لون جلدها لون الشعر لون شعرها. ميرسي يا هدير.
سيلفيا بجد بشكرك جدا. انا مبسوطه ان بقى في حل لازاله التاتو، اكتر مبسوطه ان بقى في مايكرو بليدنج. يعني صح الاثنين حلوين، الاثنين اكشلي لازم، عشان لما نزيل التاتو هنعمل ايه؟ ما لازم نعمل فوق مايكرو بليدنج. بجد بشكرك جدا، نورتيني. ميرسي جدا وميرسي على تعبك، يعني نقلت لنا البيوتي سنتر هنا. ثانك يو سو ماتش، بجد بشكرك. ميرسي جدا. للاسف وقت البروجرام خلص. بجد كل الفقرات النهارده تكون عجبتكم. اعاده البروجرام بكره الساعه 10 صباحا. تواصلوا معايا صفحتي على الفيسبوك وانستجرام امينه شلباي اوفيشال. اقول لكم باي باي واشوفكم بكره في نفس الميعاد، وانت احلى.